السلام عليكم وأهلا بكم بمحاضرة جديدة من مادة الـ Real Time Systems. واليوم راح نبدأ بفصل جديد بعد ما أنهينا الفصل الثاني اللي كان يتعلق بالـ Hardware Component Requirements for Real Time Applications، وتعرفنا على بعض الأجزاء الرئيسية من الـ Real Time Systems اللي نحتاجها، يعني الأجزاء الرئيسية للكمبيوتر باعتبار أنه Real Time System هو لازم أكو كمبيوتر يتحكم به. فتعرفنا على بعض الأمور الأساسية اللي نحتاجها بالكمبيوتر أنه تتواجد به وحتى نقدر نستخدمه في الـ Real Time Applications. بعد أن أنهينا الفصل الثاني، اليوم راح نبدأ بفصل جديد اللي هو Input Output Interface. الـ Input Output Interface خلينا نعرف شنو هو بصورة عامة، شنو فائدته، ونفهم بعض التفاصيل اللي خاصة به. طبعا هذه المادة من نريد نبدي بها الـ Input Output Interface أكيد راح نحتاج بعض معلومات تخص المادة اللي أخذتوها بالثاني اللي هي تنظيم الحاسبة اللي هو الـ Computer Organization. خلينا نجي نعرف بعض التفاصيل الخاصة بالـ Input Output Interface، وبعدها نشوف شنو احتياجاتنا اللي متطلباتنا اللي لازم نحصلها من مواضيع اللي أخذناها بالمرحلة الثانية. احنا نعرف انه المايكرو بروسيسر اللي اخذناه بالفصل الثاني كان اكو به وحدات مهمة مثل السي بي يو اللي هو جزء اساسي بالمايكرو بروسيسر، وهذا المايكروبروسيسور هو جزء مهم جدا في ريال تايم سيستمز اللي هو عن طريقه تصير عمليه البروسيسنج ومعالجه وحل المشاكل. لكن عرفنا انه خلينا نعرف انه المايكروبروسيسور هو ما يقدر يشتغل لوحده، يجب ان يكون اضافه الى المايكروبروسيسور اكو اشياء مهمه يجب ان تتواجد حتى يقدر المايكروبروسيسور يؤدي عمله بشكل صحيح. هذه الأشياء اللي نحتاجها أخذناها بالمرحلة الثانية. أخذنا أعتقد يعني أخذت الميموري، الذاكرة، وشلون نقدر نصمم الميموري، شلون نقدر يعني الأجزاء المختلفة بالميموري، الكودز، الداتا، الكودز اللي هي الأجزاء اللي متعلقة ب البروجرامز، الداتا اللي هي البيانات اللي راح تجينا، سواء كان هذه البيانات بعد عملية يعني أثناء عملية البروسيسنج، بعض الداتا اللي تحتاجها في أثناء عملية البروسيسنج لتأدية أو معالجة بعض الداتا اللي دخلت لي للسيستم، أو بعد عملية البروسيسنج أيضا. فإضافة إلى الذاكرة، المايكروبروسيسور إضافة إلى ما يحتاجه بالذاكرة يحتاج ايضا الـ Input Output Unit. فاذا احنا ما راح ندخل في تفاصيل الذاكرة الميموري لاعتبار انه انتم اخذتوا بعض المعلومات عنها بالمرحلة الثانية، ما اقول لك انه نحتاج يعني نطلب انه تدرس المادة كلها، وانما نحتاج بعض الاشياء اللي قد تحتاج الى مراجعتها بمادة المرحلة الثانية. فمادة الميموري هذه راح نخليها على معلوماتنا اللي أخذناها بالمرحلة الثانية، ونجي إلى هذه المرحلة اللي هي راح ندرس فيها الجزء الآخر والمهم اللي يجب أن يتواجد حتى يقدر المايكروبروسيسور أن يؤدي عمله بشكل صحيح. بالنسبة إلى الـ Input Output Unit، خلينا نعرف شنو هو الـ Input Output Unit وليش المايكروبروسيسور يحتاج الـ Input Output Unit أو الـ Input Output Interface حتى يؤدي عمله. احنا نعرف انه الكمبيوتر هذا يجب يعني اكو هواية من الديفايسز اللي تنربط به هذه الآلة المهمة في الـ Real Time Systems. شنو الأجهزة اللي ممكن نربطها بالكمبيوتر هذا حتى نتعرف على شنو انواع الانبوت اوتبوت انترفيسز اللي نحتاجها؟ يعني مثلا الماوس،
الكيبورد السكرين اللي هي الشاشه اللي تربط اذا كان مو لابتوب طبعا، ايضا اذا كانت يعني البرينتر مثلا، اذا كان الكمبيوتر هذا متصل ب يعني انذر كمبيوترز في شبكه مثلا تابعه الى فد بلانت فد مصنع معين، وهذا الكمبيوتر يحتاج انه يتواصل مع الاذر كمبيوترز حتى يؤدي بعض العمليات الصناعيه. فلذلك نشوف انه الكمبيوتر هذا متصل بمجموعه من الديفايسز، هذه الديفايسز اللي هي راح تدس انفورميشن الى الكمبيوتر، والكمبيوتر يعني طبعا من راح تدس انفورميشن انا احتاج كوميونيكيشن، فالتواصل معين بين هذين الديفايسز ويا الكمبيوتر حتى يقدر البروسيسر مايكرو بروسيسر يستلم البيانات الجايه ويحللها، وبنفس الوقت قد يكون المايكرو بروسيسر هو نفسه بمجموعه بيانات ويجب ان نرسلها الى ذيش الديفايسز مثلا البرينتر اذا نريد نطبع بعض الاشياء فالداتا موجوده ان نحاول نرسلها الى البرينتر. لذلك هذا الفصل هو راح يلقي الضوء على الديفايسز اللي احنا راح يعني شلون نقدر نتواصل مع هذه الديفايسز اللي راح يقدر عن طريق المذر بورد وعن طريق الكمبيوتر من اخذ بيانات من هذه الديفايسز ويحللها، يقرا سيجنالز، يقرا يعني كميات فيزيائيه حسب الديفايس اللي مربوط به حتى يقدر المايكرو بروسيسور يسوي عمليه البروسيسنج على هاي الداتا، وايضا يرسل ايضا سيجنالز خارجه من الكمبيوتر الى هذه الديفايسز وبالعكس. بشكل عام عمليات الانبوت والاوتبوت راح يتم تنفيذها عن طريق اعازات انستركشنز ينفذها المايكرو بروسيسور حتى يقدر يستقبل اعازات ويرسل اعازات. هذه الاعازات هي الاعازات الان والاوت. اعاز الان هو الاعاز المسؤول عن ادخال الداتا او البيانات الى المايكرو بروسيسور، يعني تجي لنا هذه الاعازات من فد بورت معين، البورت اللي هو النقطة اللي راح ناخذ من عندها المعلومات اللي هي نقطة التواصل او الاتصال عفوا، نقطة الاتصال بين الكمبيوتر وبين الاكسترنال ديفايس، الاجهزة الخارجية اللي راح نشتغل عليها. فهذا الان هو الاعاز اللي راح يستخدمه في ادخال البيانات الى المايكرو بروسيسور. الان اس انبوت اس هذا هو اعاز انبوت الخاص بالسترينجز، وهسه راح نجي ونعرف شنو الفرق بين هذا الاعاز اللي خاص بالسترينجز والاعاز اللي قبله. اما الاعاز الاخر اللي راح يكون موجود في المايكرو بروسيسور اللي هو الاعاز اوت، وهذا هو الاعاز اللي مسؤول عن اخراج البيانات من المايكرو بروسيسور الى الاكسترنال ديفايس او الى البورت اللي موجود واللي مربوط بالاكسترنال ديفايس. ونفس الحالة اكو اعاز اخر اللي هو الاوت سترينجز، وهذا ايضا خاص بالسترينجز، وراح نجي الى بالمادة السبع استمرارنا بالمادة راح نجي ونعرف شنو الفرق بين الاعاز اوت والاوت سترينجز. اكو هسه راح نجي الى فد لستة من الاعازات الخاصه بالان والاوت، وراح نعرف تفاصيلها وشنو الاشياء اللي يجب ان تتواجد في هذه الاعازات حتى تستخدم بشكل صحيح من قبل المايكرو بروسيسور لاخراج وادخال البيانات الداتا. لو نلاحظ الفيجر اللي مبين بهذا الشكل، هذا الفيجر يمثل لي الاجزاء المختلفه للسي بي يو اللي هو المايكرو بروسيسور، اللي هي ال ALU Arithmetic and Logic Unit، Registers، Timing اللي هي ال Clock والControl Unit. وهي أعتقد أخذنا فكرة عنها بالفصل الثاني، الفصل اللي فات أخذنا بعض التفاصيل عليها في بداية هذا الفصل. ونشوف بالجهة الأخرى اللي هي الأجزاء الأخرى اللي يتصل بها المايكرو بروسيسور هذا اللي هي الروم والرام،
وهذه هي الأجزاء اللي خاصة بالذاكرة الميموري، وهذا المفروض انه انتم ماخذين التفاصيل عليه بالمرحلة الثانية بالكمبيوتر اورجانيزيشن في مادة تنظيم الحاسبة، والتفاصيل الخاصة بالريد والرايت وطريقة الادريسينج والادريسينج ديكودينج وغيرها، الادريس ديكودينج وغيرها من المواضيع اللي خاصة بارتباط الذاكرة مع المايكرو بروسيسور. إضافة إلى هذه الأجزاء الاثنين، هسه أكو أجزاء ثلاثة أخرى اللي هي التايمر والكاونتر، الانبوت اوتبوت بورتس والسيريال انبوت اوتبوت، واللي هن هسه هذه الأجزاء اللي احنا راح ندرسها في هذا الفصل الثالث، وراح نلقي عليها الضوء ونعرف طريق التفاصيل الخاصة بهذه الأجزاء الأخرى اللي هي خاصة بالانبوت اوتبوت بشكل عام. الشيء المهم اللي يجب انه طبعا هنا ايضا الجزء الاخر اللي هو الباسز، الباس اللي هو يرتبط بكلا الطرفين. هذه الباس احنا طبعا عرفنا انه الباسز تنقسم الى ثلاث انواع، اكو داتا باسز، اكو ادريس باسز، والكنترول باسز. اذا تذكرون قلنا هي شنو هذه الداتا اللي هي الداتا باس، الادريس باس اللي هو وين لازم نوديها، والكنترول باس اللي هو يمتى ندزل الداتا. هذه حكيناها ايضا بالفصل الثاني. هذه الباصات نشوفها مرتبطه مع السي بي يو باجزاء المختلفه، ومرتبطه ايضا مع الاجزاء الخمسه اللي موجوده عندنا بالطرف الاخر، مرتبطه بالروم بالرام بالتايمر كاونتر الانبوت اوتبوت بورتس والسيريال انبوت اوتبوت. الشيء المهم اللي يجب انه ننتبه له في هذه الشغله انه هذا الباسز هسه اللي راح نشوفه، هذا فتشي شير بين كلا الطرفين، يعني هو مرتبط بالسي بي يو ومرتبط بكل هذه الاجزاء الخمسه، يعني الداتا باس مرتبطه بهم كلهن الاجزاء الخمسه، الادريس باس، الكنترول باس وهكذا، وايضا مرتبطه بالسي بي يو من الطرف الاخر، فهو شيء مشترك بين كل هذه الاجزاء. يعني معناها انه انا لما اريد ادز فداتا معين، يعني اذا استخدم مثلا الادريس، اذا اريد ادز ادريس معين الى فد جزء من هذه الاجزاء، فعن طريق هذا الارتباط الباص فراح يروح هذا الادريس الى كل الاجزاء الخمسه اللي موجوده. طبعا هنا نعرف انه الادريس هو فتشي يونيك، يعني فتشي خاص بمكان واحد، فشيء مفرد، ماكو ادريس متكرر، يعني كل ادريس هو لوحده. فاحنا نعرف انه الادريس يا اما يكون هنا يا اما يكون هنا بالروم او بالرام او بالتايمر كاونتر الانبوت اوتبوت بورتس او السيريال انبوت اوتبوت. فمن راح يندز الادريس راح يروح الى جميع هذه الاجزاء. بعد ما يروح الى جميع الاجزاء اكو وحده من هذه الاجزاء هو الادريس يكون بيها اللي راح تتم بها عمليه سواء كان ريد او رايت. طبعا مثل ما كان بالميموري، اذا تذكرون وماخذين هذه التفاصيل، نفس طريقه ايجاد الادريس اللي خاص بالميموري بالروم او الرام، نفس الشيء راح يكون بالنسبه الى الاجزاء الاخرى اللي خاصه بالتايمر الكاونتر اللي خاصه يعني بال الانبوت اوتبوت بورتس السيريال انبوت اوتبوت اللي هي خاصه بالانبوت اوتبوت يونت. طبعا من راح يوصل الادريس الى هذين الاجزاء الخمسه، اكو واحد من عندهم هو اللي راح يفعل هذا الادريس. وطبعا هاي وظيفه الشيب سيلكت اللي راح يسوي عمليه الديكودينج للادريس. هذه يعني الموضوع المهم جدا اللي راح ناخذه ان شاء الله بالتفصيل في المحاضرات القادمه، عملية الديكودينج للادريس، نفس اللي كان يصير بالميموري بارتباطها مع السي بي يو مع المايكرو بروسيسور. وان شاء الله راح ناخذ هذه التفاصيل بالمحاضرات القادمه، حتى بعدها من يتفعل هذا الادريس في وحده من هذه الاجزاء راح تصير عملية الريد او الرايت للداتا المرسلة سواء من المايكرو بروسيسور او الى السي بي يو المايكرو بروسيسور. لو نشوف الان او نراجع بعض المعلومات الخاصة بالميموري
وكيفية تناقل المعلومات بين الميموري والسي بي يو، واللي هي راح تكون مشابهة بشكل كبير إلى ما راح يحصل بالنسبة إلى تناقل المعلومات بين الانبوت اوتبوت بورت اللي هو الجهة المكان اللي راح يتصل مع الاكسترنال ديفايس اللي عندي ويا السي بي يو. فلو نرجع إلى اللي أخذناه بالمرحلة الثانية اللي أخذتوه أكيد أنتم بالمرحلة الثانية اللي هو خاص بالتناقل المعلومات بين السي بي يو والميموري، هذا اللي عايزك تماخذينه موف AL فارزة X بين قوسين. هذا معناه أنه أنا راح أنقل معلومات من الX اللي هو موقع بالذاكرة موجود، هذا هنا الاكس اللي هو الادرس اللي خاص ب يعني هذا الادرس اللي بالذاكره اللي بيه البيانات اللي انا اريد انقلها الى الALU ريجستر اللي هو الارثمتيك اند لوجيك يونت اللي موجود بالسي بي يو. فهذا اللي عايز موف المعلومات من الادرس اللي موجود بين قوسين هذا الاكس الى الALU بالاتجاه المعاكس. الإعاز الآخر اللي هو موف من الـ ALU البيانات أو الداتا اللي موجودة بالـ ALU ريجستر إلى هذا الموقع اللي هو بين قوسين X اللي هو الأدرس اللي موجود بالذاكرة اللي أنا أريد أخلي المعلومات من الـ ALU إلى هذا الموقع بالميموري. هذا الشيء نوعا ما يشبه تماما اللي راح يصير ب الانبوت اوتبوت بورت. بالنسبة للإعاز الأول راح نشوف ان ALU فارزة X، هذا يشابه بشكل كبير هذه الإعاز اللي موجود هنا اللي أخذناه بالميموري. هنا انبوت يعني إدخال معلومات من الX إلى الALU. هذا الX هنا ما راح يكون هو موقع بالذاكرة وإنما راح يكون هو البورت نمبر، يعني البورت اللي مربوط بالاكسترنال ديفايس اللي راح اجيب منه المعلومات واخليها بالALU ريجستر. فنشوف انه هو نفس المعنى نفس الصيغه عفوا نفس الصيغه مالت الإعاز، يعني مجرد ان انا موف هو تحريك داخل الحاسبه، هنا ان هو لانه ادخال معلومات من خارج الحاسبه الى داخل الحاسبه اللي هو الى المايكرو بروسيسر. فنشوف نفس الصيغه مالت كتابه الإعاز، لكن هنا الاختلاف انه الاكس هنا اللي بين قوسين هذا هو الادرس للمكان اللي موجود بالميموري اللي بيه الداتا موجوده ومخزونه، في حين انه الاكس اللي موجود هنا هو عباره عن البورت نمبر اللي راح اخذ من عنده المعلومات اللي راح تدخل للحاسبه من الاكسترنال ديفايس. قد تكون نفس الارقام، يعني قد تكون مثلا هنا مثلا الرقم او الداتا عفوا الادرس مالت الداتا اللي موجوده بالذاكره مثلا FF نفس هذا الرقم، لو نفس الرقم موجود انه رقم البورت هذا هم FF هو معناه يعني معناه مختلف تماما. هنا هو موقع بالذاكره الذاكرة اللي بداخل الكمبيوتر، وهنا الرقم هذا حتى لو كان مشابه لكن هو يمثل لي البورت نمبر للمكان اللي البورت نمبر اللي متصل به الاكسترنال ديفايس واللي راح اخذ من عنده الداتا. بالمقابل الإعاز المقابل او بعكس الاتجاه اللي كان عندنا موف ALU الى الاكس اللي هو هسه عملية اخراج الداتا من الALU الى موقع موجود بالذاكرة هذا ALU، راح ادز معلومات من ALU الى موقع هذا الادرس اللي X هو ادرس موجود بالذاكرة وارد اخلي به المعلومات. نفس الشيء راح اشوف انه هو في الجهة المقابلة بالانبوت اوتبوت إعاز اوت XAL، فايضا راح اسوي عملية اخراج للداتا اوت معناها ادز من الكمبيوتر الى الخارج out من الـ ALU اللي هو الـ Arithmetic and Logic Unit Register الى الـ X اللي هو راح يكون الـ Port Number اللي مربوط بـ فد External Device او مربوط الى هذا الكمبيوتر. فنشوف نفس الشيء ايضا نفس الصيغة مالت الإعاز هنا باعتبار انه هو خارج من الـ
ALU من المايكرو بروسيسور من السي بي يو الى الذاكره. هنا أنا باعتبار انه مو بداخل الحاسبه فشي راح نطلعه برا الحاسبه، فهو اوت من ال ALU الى ال X اللي هو البورت نمبر. لو نشوف الفيجر اللي بعده اللي موجود بالصفحة اللي بعدها، هذا الفيجر إذا تذكرون ماخذينه بالمفروض ماخذينه بالمرحلة الثانية اللي هو الارتباط بين المايكرو بروسيسور وبين الميموري سب سيستم. هذا هو السيجنالز اللي بين المايكرو بروسيسور والميموري سب سيستم. شنو الأنواع هذه السيجنالز؟ كلها المفروض أنت تتذكرها، إذا ما بتتذكرها حاول تراجعها بمادة المرحلة الثانية تشوف شنو هذه السيجنالز شنو وظيفتها، باعتبار أنه هذا الفيجر راح يكون نفسه موجود بس مو كان ما هنا كان بالمرحلة الثانية هو ميموري سب سيستم، هنا راح يكون انبوت اوتبوت سب سيستم. فتشوف انه الانواع المختلفة من السيجنالز كل واحدة من هاي الانواع شنو وظيفتها شنو تأثيرها على كلا الطرفين على تناقل المعلومات بين المايكرو بروسيسور والميموري، او هسه راح يكون طبعا بالمرحلة الثانية كان بين المايكرو بروسيسور والميموري، سواء مثلا الـ ALE اللي هي الادريس لاتش انيبل، هذه السيجنال الاخرى مالت الادريس، هنا الداتا ملتيبلكسد وذ ادريس read write input output والميموري بار data transfer receive bar data enable وال system status. هذه الانواع ايضا راح تكون موجوده هسه بدراستنا الى طبعا نحتاج شويه تراجعون ماده المرحله الثانيه تشوفون شنو معنى هذه السيجنالز وشنو فوائدها بهذه عمليه التناقل بين الانفورميشن بين المايكرو بروسيسور والميموري، حتى نقدر نستعملها الان ويكون عندنا فكره عنها من نشرحها راح يكون فشي مثل مراجعه او تثبيت معلومات لما تكون هنا هسه هاي السيجنالز هي بين الانبوت اوتبوت سب سيستم وبين المايكرو بروسيسور. نجي الان الى الفقره الثانيه اللي هي الانبوت اوتبوت انستركشنز، وخلي نروح مباشره الى الليسته مالت الاعازات اللي موجوده عندنا بالصفحه اللي بعدها. هذه بها مجموعه اعازات الانبوت والاوتبوت اللي راح نجي هسه نشرح واحده من هذين الاعازات بتفصيلها. بالنسبه للاعاز الاول ان ALU P8، هذا هنا ال P8 هو العنوان مالت البورت 8 بت، هنا العنوان مالت البورت 8 بت، يعني انا اريد اسوي ادخال معلومات من البورت اللي هو عنوانه P8 اللي هو 8 بت 8 بتات، يعني من 00 الى FF الى ما الى ال ALU اللي هو ال ALU ريجستر. هنا هذا الاعاز لما يكون عندي داتا مالتي 8 بت، هنا لما تكون عندي محتويات الداتا اللي اريد ادخلها من هذا البورت هي 8 بت، فاستخدم ان AL فارزه P8، هذا هو عباره عن اي بايت، يعني عندي 8 بت انفورميشن input into ALU من البورت P8 اللي هو عنوان البورت هذا اللي هو 8 بت، قلنا يكون من 00 الى FF. الإعاز اللي بعده NAX P8، شوف هو نفس الإعاز فوق لكن مو كان ALU، راح نستخدم AX، معناها انا عندي بهاي الحالة الداتا مالتي اللي اريد ادخلها هي 16 بت، هنا أنا 16 بت، فنفس الحالة هو من البورت، هنا أنا هذا عنوان البورت اللي هو 8 بت ايضا، نشوف هو البورت عنوانه نفس الشيء هو 8 بت 8 بت، لكن الداتا مالتي اللي راح ارسلها او ادخلها من هذا البورت هي 16 بت،
يعني قد يكون البورت هذا عنوانه من 00 الى FF، لكن المعلومات الداتا اللي انا راح ادخلها هي راح تكون من 0000 الى FFFF. فمعناها a word is input into AX هذا، واحنا نعرف انه هو المايكروبروسيسور اكوميليترز اللي هي AL والAX والEAX. فهنا بهاي الحالة بالنسبة لـ AX هي a word is input into AX from port، هذا هو P8 اللي هو يعني عنوان البورت هذا اللي هو 8 بت. اللي يعز الثالث in EAX P8، وهذا لما يكون عند نفس الحالة يعني هو هم من البورت اللي 8 بت عنوانه، من 8 بت متكون العنوان مالته الى الـ EAX. طبعا هاي امتى استخدمها؟ لما يكون عندي الداتا اللي اريد ادزها عن طريق هذا البورت هو 32 بت. 32 بت معناها a double word is input into EAX from port P8. فتشوف انه هنا ال P8 هذا هو البورت، يعني العنوان مالت البورت هذا اللي هو 8 بت، ونستخدم هذا اللي عزاد حسب الداتا اللي انا اتعامل معاها. طبعا استخدام المايكرو بروسيسور هو اللي راح يعني يفرض علي يا يعاز استخدمه. فمثلا بالنسبه الى الإعاز الاول والثاني، هذا اذا كان عندي المايكرو بروسيسور اللي هو 88 او 86، في حين اذا كان عندي مايكرو بروسيسور المعماريه مالته 32، فراح استخدم الإعاز الاخر الثالث اللي هو الان اي اي اكس بي 8. الإعاز الرابع اللي هو راح يكون الان اي ال دي اكس، وهذا الإعاز هو يكون مشابه الى الإعاز الاول، لكن الاختلاف اللي بيه انه الادريس البورت مالت الادريس عفوا الادريس مالت البورت اللي موجود هنا راح يكون مو رقم مثل ما موجود هنا، انه انا احط الادريس مالت البورت العنوان مالت البورت هذا كرقم هنا من 8 بت مكون من 8 بت، وانما راح اخليه هنا في موقع الدي اكس. طبعا هو حتى لو كان الدي اكس هو الـ يعني السايز مالته كباسيتي مالته 16 بت، فممكن انا اخلي به ادريس من 8 بت، وطبعا الباقي من البيتس هذه راح تكون 0000 0000، ونكتب فقط 8 بت اللي هو الادريس مالتل البورت اللي انا اريد اجيب من عنده المعلومات وادخلها الى الاي ال يو. اذا هذا اللي عاز الفرق الوحيد الموجود انه هنا راح يكون البورت مالتي مكتوب كتابه كرقم، يعني العنوان مالت البورت مكتوب من 8 بت، هنا راح يكون فقط الدي اكس والادريس مكتوب بالدي اكس، سواء كان هذا العنوان مالتي 8 بت، حتى لو 8 بت ماكو مشكله، قلنا انه الباقي من البتس راح يكونن زيروز. هذا الفارق يعطيني نوع من التسميات بالنسبه الى الإعازات هذني. النوع الأول باعتبار أنه أنا راح أكتب رقم في هذا الإعاز اللي هو مكون من 8 بت يسمونه بالفيكست بورت أدريس. فيكست لأنه أنا كتبت رقم، ما راح أقدر أغير الرقم هذا بعد بالبرنامج اللي أنا كاتبه ككود. أما بالنوع الآخر اللي هو من أكتب بالدي إكس أحط الأدريس مالتي البورت أدريس أحطه بالدي إكس، فهذا يسمونه بالفاريبل بورت ادريس. فاريبل بورت ليش؟ لان انا اقدر اغير هذا الادريس بعد من شلون من اغيره، من ان اغير الادريس اللي بداخله. يعني هذا الإعاز ممكن انه مثلا لو نخلي هنا فرضا رقم لبورت، خلينا نقول مثلا 60 او 61، هذا الإعاز راح يجيب لي الانفورميشن. طبعا هاي الانفورميشن تكون الداتا مالتي اللي بداخل هذا البورت هي من 8 بت، ننتبه الى ان تكون 8 بت مثل ما قلنا مثل الإعاز الاول.
فالداتا مالتي اللي موجوده هنا انا راح انقلها من الموقع الدي اكس اللي هو حطيته مثلا 60 او 61، فاجيب المعلومات الداتا من البورت رقم 60 الى الاي ال يو، وهذه المعلومات هي تكون 8 بت طبعا. اذا غيرت هذا الدي اكس حطيت ب غير ادريس، خلينا نقول مثلا حطيت ب 62 او 63، فمن راح يتنفذ هذا الجهاز مره ثانيه راح يجيب الانفورميشن من غير بورت. ليش؟ لان انا غيرت الادريس مات هذا البورت، فراح اجيب الانفورميشن من الادريس الجديد اللي حطيته يعني 62 او 63 ويودي لي اياها الى الاي ال يو. هذا بالنسبه الى الجهاز ال ان اي ال دي اكس. الجهاز الاخر ال ان اي اي اكس دي اكس هو نفس الجهاز مالت الثاني اللي اخذناه، ايضا هنا معناها عندي الداتا اللي موجوده بهذا البورت اللي هو حطيته موقعه بالدي اكس هسه، وهو هاي من نحطه بالدي اكس معناها هو variable port address. فالبورت اللي خليت ادريسه هنا بالدي اكس راح اجيب من عنده معلومات مقدارها 16 بت، فلذلك هي a word is input into ix from the port addressed by dx. البورت الجهاز اللي بعده ان اي اي اكس دي اكس، وهو مشابه الى الجهاز الثالث اللي اخذناه هنا، ايضا معناها انه انا راح اجيب معلومات من البورت اللي حطيت الادرس مالته بالدي اكس، وهذه المعلومات هي 32 بت، يعني الداتا مالتي اللي راح تنقل من هذا البورت هي 32 بت، لذلك حطيت الاي اي اكس. فهنا أنا معناها دبل وورد از انبوت انتو اي اي اكس فروم ذا بورت ادريسد باي دي اكس. الجهازات اللي بعده، نشوف الجهاز اللي بعده الاي ان اس ان اس اللي هو ان سترينج وبي ان اس بي. هذا الجهاز شوف هذا الجهاز احنا لا ذاكرين المكان اللي راح نجيب من عنده الداتا، ولا ذاكرين المكان اللي راح نخلي من بي الداتا. يعني شوف هنا مثلا بالجهازات السته اللي قبلها، فانا اجيب الداتا من موقع من مكان عنوان معين سواء ذكرته مباشره بالجهاز او خزنته بادريس، الادريس مالتي خزنته بالدي اكس زين، ومن الدي اكس انا وراح اودي هذا الدي اكس راح يحتوي الادريس مالت البورت اللي انا اريد اخذ منه الداتا واوديها لل يا اما للاي ال يو يا اما للاي اكس يا اما للاي اي اكس. لكن هنا انا ما ذكرت لا المكان اللي اخذ من عنده البورت، المكان البورت اللي راح اخذ من عنده ايش قد عنوان البورت، ولا ذكرت وين راح اخزن. هذا الجهاز يستخدم عادة إلى نقل البيانات أو إدخال البيانات من بورت الأدريس مالته مخزون بالدي اكس. شوف هنا هذا الجهاز لما أقول إن اس بي، فأنا راح أجيب معلومات بمقدار 8 بت يعني بايت واحد. فالداتا مالتي إذا كانت يعني 8 بت بايت واحد، فراح آخذها من بورت الأدريس مالته موجود بالدي اكس، واخذنا في اكسترا سيجمنت ميموري. هذا اللوكيشن الموجود او الادريس مالته موجوده بالدي اي، فانا لازم احط يعني قبل لا ان اكتب هذا الجهاز انا لازم مجهز خطوتين. يعني الخطوه الاولى انه انا مخلي الادريس بورت عفوا البورت ادريس بالدي اكس، اخلي البورت ادريس اللي اريد اجيب من عنده الداتا بالدي اكس، وايضا احط الاوفسيت اثبت الاوفسيت مالت الدي اي فد رقم معين حتى اعرف وين اريد اخلي الداتا. فهذه راح تتخلى مباشره اجيبها من البورت واخزنها ب لا بالاي ال يو لا بالاي اكس لا بالاي اكس، وانما اخزنها بالميموري بالذاكره اكسترا سيجمنت ميموري، واللوكيشن مالته موجوده عن طريق تثبيت الاوفسيت مالت الدي اي. بعد ما اخلي الداتا مالتي هاي ال 8 بت احطها بالدي اي اللي هو المكان اللي راح اخلي بيه بالذاكره مالتي، لازم ازيد الدي اي او انقصه واحد طبعا، هذا اعتمادا على الدي اف مالتي اذا كان صفر او واحد.
طبعا هذا لازم شوي تراجعون المواضيع اللي خاصه بمثل هيك موضوع اللي هو خاص بالدايركت فلاج، شلون اللي يعني الخاص بالميموري اللي ماخذينه المفروض بالمرحله الثانيه. فاذا كان عندي يعني اذا اريد ازيد اذا الدي هذا الدي اي اذا يزيد واحد راح ازيد بالاوفسيت مالتي دي اي واحد راح يخلي بالمكان اللي بعده، او اذا بالعكس انقص راح يخلي بالمكان اللي قبله. طبعا هنعرف انه كل مكان بيخزن هذه بالاكسترا سيجمنت ميموري يشيل بايت واحد، فلذلك من راح اخلي هاي الثمانية بيت اللي هي البايت واحد لازم اصعد الدي اي اوفسيت مالتي بمقدار واحد او انزله حسب الدي اف اللي هو الدايركشن فلاج مالتي. بالنسبه للعازل اللي بعده ال ان اس دبليو معناه ايضا راح اخذ هنا مكان ما كان هنا بايت واحد راح اخذ وورد اللي هي 16 بت، معناها انا الانفورميشن اللي راح ادخلها راح ادخلها من بورت الادرس مالته موجود بالدي اكس نفس العازل الاول هذا الاي ان اس بي، راح ادخلها الداتا مالتي من البورت اللي موجود الادرس مالته بالدي اكس واخليه ينخزن في اكسترا سيجمنت ميموري لوكيشن ايضا موجود بالدي اي، ايضا لازم انا محدد مكان الدي اي ايش قد قيمه الدي اي. وبهاي الحاله ننتبه انه باعتبار انه هي الورد 16 بت يعني 2 بايت، فمعناها انا لازم ازيد بمقدار 2 او انقص بمقدار 2 نفس الحاله حسب الدايركشن فلاج الدي اف مالتي مالت الموقع هذا، فلازم ازيد بمقدار 2 بايت باعتبار انه انا اعرف ان الميموري ياخذ فقط 1 بايت. الاعازه اللي بعده اللي هو الاي ان اس دي، وهذا معناها انا جاي اتعامل ويا داتا بمقدار 32 بت، 32 بت يعني 4 بايت، ولذلك الاعازه هذا كتبنا دي بمعنى دبل وورد از انبوت فروم بورت، هذا البورت ايش قد قيمته؟ شوف احنا ما ذاكرينه بالاعازه لكن هو المفروض هسه احنا مثبتين الادرس مالت البورت هذا بالدي اكس ويخزن في اكسترا سيجمنت ميموري ايضا الموقع مالته العنوان موجود بالدي اي مثبت الاوفسيت مالته بمكان معين حتى يجي ينخزن به هذه الاربعه بت، وبما انه انا راح اخزن 4 بايت 32 بت اذا لازم ازيد الدي اي او انقصها بمقدار 4. بالنسبه للجزء الاخر من الاعازات اللي هي تخص الاعازات الاوت فهي مشابهه تماما الى الجزء الاول اللي اخذناه، يعني هذن الجزء الاول مالت الانبوت نفس الاعازات راح نكررها بالنسبه للاوت، لكن الفارق الوحيد اللي راح يكون موجود انه بالاتجاه المعاكس، يعني بمكان ما كنت ادخل الداتا مالتي من فد بورت معين سواء هذا البورت 8 بت موجود مباشره العنوان مالته بالاعاز يعني ايميديت يعني الادريس يكون جزء من الاوب كود مو مخزون في الادريس مالتي مو مخزون في ريجستر معين وانما من ضمن الاوب كود يعني ايميديت، يا اما انه يكون من هذا يعني البورت اللي مذكور مباشره من الثمانيه بت هذه اللي موجوده بالاعاز او تكون موجوده بريجستر الدي اكس، فراح اطلع المعلومات من الاي ال او الاي اكس او الاي اي اكس حسب قيمه الداتا اللي انا جاي اتعامل وياها حسب الداتا مالتي هي 8 بت فاستخدم الاعازه الاول اللي هي 16 بت الاعازه الثانيه الاي اكس، واذا كان 32 استخدم الاي اي اكس الى البورت نمبر اللي الادريس اللي موجود موجود في هذا الاعاز، او اذا كان من النوع الفاريبل بورت ادريس فانا راح استخدم الجروب الاخر من الاعازات اللي هي الاوت دي اكس فاستخدم هذا الاعاز اللي راح يطلع لي الداتا من الاي ال يو يونت الى الدي اكس او من الاي اكس الى الدي اكس او من الاي اي اكس الى الدي اكس. كذلك بالنسبه للجروب الثالث اللي هو الاوت اس بي اوت اس دبليو اوت اس دي هذه نفس الفكره مالت الاعازات مالت الان، ايضا راح اطلع الداتا مالتي بس هاي هنا الحاله شنو اطلع الداتا
من ال 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 داتا سيجمنت ميموري. راح اطلع داتا عندي انا من الداتا سيجمنت ميموري، الموقع مالتها موجود بالاس اي وليس بالدي اي مثل ما بالعاز الانبوت، لا موجود هنا بالاس اي، الى البورت اللي الادرس مالته موجود بالدي اكس. طبعا هاي اذا كان 8 بت يعني بايت واحد، فاستخدم الاوت اس بي، وما انسى انه لازم نزيد الاس اي او النقصة، نفس فكرة الدايركشن فلاج، يا اما ازيده او انقصه واحد. اذا كانت الداتا مالتي 16 فاستخدم الاوت اس دبليو يعني وورد، وراح تكون خارجه من ايضا الداتا سيجمنت ميموري اللي مكانها بالاس اي، الى البورت اللي موجود الادرس مالته بالدي اكس. وبما انه هنا انا جاي استخدم ايضا 16 يعني 2 بايت، فلازم ازيد بمقدار او انقص بمقدار 2 الاس اي. واللي عاز الاخير اللي هو الاس دي، ايضا بما انه جاي استخدم 32 بت يعني 4 بايت، فراح اطلع هذه الداتا من المكان من الداتا سيجمنت ميموري اللي موجوده بالاس اي الاوفسيت مالته، الى البورت اللي موجود اعازه العنوان عفوا بالدي اكس، وازيد او انقص الاس اي بمقدار 4 يعني 4 بايت حسب ال 32 بت الداتا اللي انا جاي اقلها. بعد نهاية الإعازات هذني ننتبه إلى أنه الـ External Input Output Interface راح يصير عملية الديكودينج بالنسبة إلى الأدريس مالته اللي هو البورت نمبر، راح نسميه إحنا الأدريس مالته هو البورت نمبر، بنفس الطريقة اللي استخدمت بالديكودينج للأدريس مالت الميموري اللي إحنا أخذناها أو المفروض أخذتها بالمرحلة الثانية. فهذا الموضوع كلش مهم اللي هو الادرس ديكودينج، راح نخلي لها فقره كامله بهذا الفصل الثالث حتى نشرح ب الادرس ديكودينج. هذا ما يمنع انه انت تراجع الماده مالت الثاني، المفروض تشوف شلون كنت تسوي ديكودينج للادرس في الميموري، لان هذه فد شيء مهم حتى من راح ندخل على هذا الموضوع تكون عندك معلومات كافية تخص هذا الموضوع. بالنسبة للأدريسز احنا نعرف انه بالنسبة للفيكست بورت أدريس، اللي عزات اللي تخص الفيكست بورت أدريس اللي عزات الانبوت اوتبوت انستركشنز، احنا جاي نستخدم ال 8 بت أدريس، فراح نستخدم فقط من الصفر الى السبعة أدريس اللي فقط 8 بت، في حين البتس الاخرى اللي هي من 8 ل 15 اذا كان الادرس من يعني 16 بت فراح يكون كلهم صفاره. هذا معناه انه البورتس نمبر الاول 256 بورت ادرس اللي هو من 00 الى الاف اف، هذا ممكن استخدامه من كلا النوعين بالنسبه للانبوت اوتبوت انستركشن، سواء كان فيكست اور فاريبل بورت ادريس. هذني البورتات اللي الادريس مالتهن من 00 الى الاف اف ممكن استخدامهن من كلا النوعين من الانستركشنز، لكن البورت اللي ادريس مالته من 100 الى الاف اف 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 اللي هي اللي هو راح يكون بعد يعني معناها اكثر من 8 بت الادريس الى حد 16 بت، فهذني البورتس فقط نقدر نستخدمهن نخليهن في الدي اكس، فقط نستخدمهن بالفاريبل بورت ادريس، ما ممكن استخدامهن بالفيكس بورت ادريس. لذلك هذني البورت ادريسز اللي هن يبدا من ال 100 الادريس مالتهن الى الاف اف 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 فقط ممكن يعني استخدامهن عن طريق الفاريبل انبوت اوتبوت instructions، وما نقدر نستخدمه في مجموعة الفيكست بورت address instructions. لحد هذه النقطة يعني تنتهي محاضرتنا، نعطيكم مجال أيضا تراجعون المادة مالت الثاني الخاصة بالكمبيوتر organization تنظيم الحاسبة، تشوفون المواضيع الخاصة بالميموري، قلنا أهم شيء تتعلم تاخذ نظرة على
بعض الإعازات اللي خاصة بالموف، الدايركشن فلاج، شوف شلون يعني الاوفسيت مالتنا زايدة او تنقصها. ايضا من الضروري تاخذ نظرة على الادريس ديكودينج، حتى ان شاء الله المحاضرة القادمة نبدي بتفاصيل اخرى عن موضوع الانبوت اوتبوت انترفيس. شكرا لحسن اصغائكم، ونلتقيكم ان شاء الله بمحاضرة جديدة.